مشاهدينا، ونتحول الآن لمتابعة جلسة مجلس الأمن بخصوص السودان الذي عمل على إضعاف القوات المسلحة السودانية ودورها في حماية المواطنين في دارفور، لدرجة أن الميليشيا استهدفت القوة المشتركة المكونة بين تشاد والسودان، واستهدفت قبائل بعينها من قبل الميليشيا لدرجة أن الميليشيا منعت حتى إجلاء الجرحى والمصابين بعد أن دمرت المستشفيات، وأن الميليشيا وحلفائها كانوا يقتحمون البيوتات بابا تلو باب مع قوائم معدة سلفا للمستهدفين. إن الجرائم المرتكبة في الخرطوم ودارفور واستهداف وتقتيل سكان وتهديف السكان خلال الحرب الراهنة إنما تكرر الآن في سيناريو القتل على الهوية الإثنية. وفيما يتعلق بالسلام الأهلي، نطلب في هذا السياق من الأمم المتحدة دعم جهود السلام الأهلي بموازاة الجهود الرسمية التي تبذلها حكومة السودان. هناك جهود أهلية أخرى تقوم بها منظمات المجتمع المدني من أجل تهدئة الأوضاع ومعالجة آثار الحرب. في هذا الإطار وقعت المكونات المدنية بولاية جنوب دارفور وثيقة عقد اجتماعي وتراضي مجتمعي ضمت 80 قبيلة بالولاية، وذلك ضمن جهود المبادرة المجتمعية بالولاية لوقف الحرب وإعادة الحياة ومعالجة بمدينة الجنينة وولاية غرب دارفور. عقد اجتماع طارئ ضم حاكم إقليم دارفور مع ولايات دارفور، حيث سيقوم الولاة أو قام الولاة برئاسة حاكم الإقليم بزيارة إلى الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور باستصحاب المتطوعين من الكوادر الطبية والإدارات الأهلية والمنظمات الوطنية والمبادرون للوقوف ميدانيا على الأوضاع الأمنية والإنسانية والعمل مع سلطات الولاية لنزع فتيلي الأزمة واستدباب الأمن وتحقيق السلام بعد الأحداث الدموية التي شهدتها الولاية على مدار الأيام الماضية. كما تم إرسال الأدوية والمواد الإيوائية الموجودة ببورسودان عبر مطاري الفاشر ونيالة لتوزيعه على المتضررين، إضافة إلى تأمين كل الطرق الداخلية والقومية من وإلى دارفور. وهذا ما يستدعي أن تكون الأولوية لعمليات بناء السلام وتوفير الدعم اللازم لترسيخها خلال المرحلة القادمة والنوعية لبعثة يونيتمس. السيدة الرئيسة، إن قوات الميليشيا تعمل الآن على محاصرة منطقة أمدافوق الحدودية بين أفريقيا الوسطى والسودان، وهذا قبل حلول موسم الخريف بهدف نشر آليات لها هناك. وهذا العنصر مدعاة للقلق، حيث سيترجم إلى سلسلة من الهجمات النوعية التي تستهدف القتل على الهوية. ونحن نحذر من أن عدم إدانة هذه العمليات سوف يخلق غول يهدد الأمن من الخرطوم إلى الساحل، وهذا سيتحمله صمت المجتمع الدولي عن إدانة هذه الأحداث النابية. وأننا نلاحظ أن هناك محاولات لربط جنوب ليبيا مع منطقة أمدافوق بهدف نقل آليات حربية لدعم المجهود الحربي لقوات الميليشيا. أما فيما يتعلق بوحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، إن عراصنة الميليشيا وتحرشاتها ضد النساء أدت إلى ارتفاع مستوى حالات العنف الجنسي المتصل بالنزاع في الخرطوم، ولم ترد أي تحديثات بشأن إقليم دارفور. إن الميليشيات تمارس جرائم الخطف وتطالب بدفع فدية مالية كبيرة. إن الميليشيات استهدفت أي دبلوماسي أو سفير سوداني أدلى بتصريح ضدها، استهدفت بيته ونهبت ممتلكاته. إن وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل تشير إلى زيادة جرائم الخطف والعنف الجنساني الجماعي في الخرطوم، والتي تستهدف صغيرات السن من الفتيات، وفي غالب تلك الجرائم أكدت أصابع الاتهام إلى قوات ترتدي زي الدعم السريع وفقا لإفادات الشهود، وأن هذه الوحدة تقوم بتوثيق هذه الجرائم بهدف إنهاء الإفلات من العقاب. أشكركم على حسن الاستماع. شكرا سيدة الرئيسة.
أشكر ممثل السودان على بيانه، لم يعد هناك أسماء مدرجة على قائمة. مشاهدينا، نقلنا لحضراتكم جانبا من وقائع جلسة مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في السودان وكلمة سفير السودان لدى الأمم المتحدة. خدمتنا الإخبارية متواصلة معكم ومتابعة لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية. تعد محطة تحيا مصر متعددة الأغراض من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في مجال النقل البحري. حول هذا المشروع الواعد يسعدنا أن ينضم إلينا في هذه المتابعة على الهواء مباشرة في استوديو النيل للأخبار المهندس محمد شيرين النجار استشاري النقل البحري الدولي. برحب بحضرتك. اسمح لنا بداية أن نتابع أهم ما جاء في وقائع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، إذ أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تطوير الموانئ المصرية يهدف إلى وضع البلاد على خريطة المنافسة العالمية والاستفادة من قدراتها وموقعها. جاء ذلك في مداخلة الرئيس السيسي خلال افتتاح سيادته لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية. أنا بس عايز أقول لكم حاجة على ميناء إسكندرية، وأفكر الناس بأن إحنا لما كنا بنيجي يعني نعيد ضبط الموضوعات في بلادنا كان منها مثلا ميناء إسكندرية، وممكن أتكلم على ميناء دمياط برضو. احنا ما كناش بنعمل ميناء في ارض فاضيه، احنا كنا بنعمل ميناء اهدرت حدودها وضاعت معالمها. انا بقول كده كلام يعني بالظبط كده. طيب انت شلت هنا خدت كام شقه في بشائر الخير عشان تفضي ايه؟ عشان افضي فن المنطقه اصلا دي ناجع عيس والالومنيوم دول 900 شقه عشان افضيهم من المكانين دول وانقلهم في بشير الخير. بكام؟ بمليار جنيه يا فندم. طيب الكلام ده بيتعمل في العريش دلوقتي؟ ايوه يا فندم. انا بقول للناس اللي في مصر كلها تعرف احنا بدانا نعمل حاجه مش في ظروف عاديه خالص. لو قلت الكامل قول لي التاريخ بتاع ميناء مثلا دمياط وحجم قضايا التحكيم، قضايا التحكيم اللي احنا دخلنا فيها نتيجه الاحداث بتاعت 2011، انا بقول كلام معقول؟ تمام يا فندم. طب انا بقول كده ليه؟ ما هنا في مستثمرين موجودين ما لهمش دعوه بالكلام ده خالص، مش كده يا كامل؟ ده صميم شغلهم يا فندم. يعني بقول لهم اللي احنا بصوا انتوا بتحطوا ايديكم في ايدين دوله بتكافح عشان تحط نفسها على خريطه الدنيا. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أن تحويل الدولة إلى حال أفضل يتطلب جهدا كبيرا وضخ أموال كثيرة. وقال الرئيس السيسي إن الرؤية من أجل أن تتحقق لابد أن تكون وراءها أفكار وجهود، مشيرا إلى أن ميناء الإسكندرية استمر بدون تغيير لمدة 25 عاما. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أن تحويل الدولة إلى حال أفضل يتطلب جهدا كبيرا. الرؤية عشان تتحقق ورا منها مش بس أفكار ولا جهد، لا ده حاجة كتير على بعضها. ونرجع التاريخ نقول إيه؟ إحنا الجزء الأولاني من المينا اللي كان موجود استمر على كده بدون تغيير 25 سنة؟ بالظبط يا فندم. طيب أنا بس بقول كده ليه؟ لأن أنتم مهم قوي تبقوا عارفين إن تحويل الدولة من حالة لحالة تانية وعشان تاخد مكانها وتستفيد من موقعها لابد من بذل جهد، مش جهد تخطيط، لا تنفيذ، وارقام كبيره جدا من الاموال تضخ هنا. بدليل ايه؟ ان المسار اللي كان موجود قبل كده احنا طرحنا ميناء السخنه قبل كده الجزء اللي هو الاولاني ده لمستثمر يعمله، صح كده؟ تمام يا فندم. وبالتالي واتعمل والحقيقة ده تنفذ، لكن تطوير الميناء عشان اللي احنا نعمله كدولة ونحققه ده كدولة كان لابد ان الحكومة تخش تبتدي تعمل برنامج ضخم جدا في بناء قدرات
حقيقية لاستفادة من موقعنا اللي احنا بنتكلم عليه. مشاهدينا اسمحوا لي أجدد التحية لضيفي في هذه الوقفة الحوارية المهندس محمد شيرين النجار، استشاري النقل البحري الدولي وصاحب أول مشروع عن الموانئ المصرية في عام 1983. أجدد لحضرتك التحية باشمهندس. أهلا بحضرتك. بداية، كيف ترى اهتمام الدولة المصرية بتطوير الموانئ والمشروع الواعد الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم؟ اولا عايز اضيف خبر صغير ان في سنه 2020 كان في مؤتمر في لندن حضر سياده الرئيس وكان بيتكلم فيه عن المواني المصريه. وقتها ما كانش لسه في اي تطوير بدا يتم فعليا على الارض في المواني، ومن ضمن تعليقاته قال ان هو بيحلم ان يخلي مصر مركز بحري عالمي. تعليقا على الكلام ده، هو بعد الرئيس ما غادر المؤتمر وغادر البلد كان بيقول ان الرئيس مش لوحده، لو 100 مليون مصري قعدوا يحلموا مع الرئيس بامكانيه ان مصر تبقى دوله عظمى في النقل البحري واخذوا احلامهم الى مداها، مهما ارتفع هذا المدى فهو اقل بكتير من امكانيات مصر. فيعني احنا والكل مجمع على كده اهوت، يعني انا في نظريات كتيره ومؤتمرات كتيره ودراسات كتيره بتقول ان مصر مؤهله انها تكون اكبر مركز بحري في العالم بدون منازع، حتى بالنسبه للمواني الكبيره زي هذا شنغهاي وهونغ كونغ وسنغافوره. احنا مركزنا الجغرافي، موقعنا الجغرافي وامكانياتنا كدوله بتؤهلنا ان احنا نكون اكبر من كل دول. يكفي ان احنا اكبر مركز ترانزيت في العالم، طبعا احنا مش حاسين بيه كمركز ترانزيت في العالم، وهو قناة السويس. قناة السويس بيعدي فيها 22 ألف مركب في السنة تقريبا، يمكن السنة دي تزيد شوية. الكلام ده كله دي بضاعة بتعدي من تحت مناخيرنا ما بنعملش فيها حاجة. تخيلي حضرتك بقى لما نتطور المواني اللي حوالين قناة السويس، بس مش هقول بقى المواني التانية. طورنا المواني اللي حوالين قناة السويس دهيت وعملنا منها محطات ترانزيت ومراكز خدمات لوجستية مظبوطة تخدم صناعة وتخدم تجارة عالمية، ممكن دخلنا يكون كام؟ بعض الدراسات بتقول ان دخل مصر من المنطقة دي بس لو يعني كنا مهملين في تشغيلها وكنا يعني مش مدي لها اهتمام، دخل مصر ممكن يزيد عن 100 مليار دولار سنويا من هذا النشاط، من النشاط ده فقط. سنغافورة بتقدم أنشطة كتيرة جدا، أنشطة الخدمات كتيرة جدا بنفس الطريقة، وسنغافورة يعني دخلها ضخم من الكلام ده. الفلبين بتقدم حاجة تانية خالص وهي العمالة البحرية. العمالة البحرية في الفلبين، تحويلات العاملين البحريين في الفلبين بتوصل بتعدي 25 مليار بالراحة، يعني يمكن توصل مثلا ل 40 مليار. فدي دولة بتقدم خدمات ودي دولة بتقدم عمالة. طب ما احنا عندنا الموقع وعندنا الخدمات وعندنا العمالة وعندنا كل حاجة. المطلوب مش ان احنا ننشئ مواني بس، لا، احنا عايزين نعمل المواني دي كلها. انا بنشئ مينا، انا عايز ايه من المينا دي؟ من معنى ان انا مش هدخل فيها مركب وخلاص، لا، انا عايز المينا تديني اقصى عائد للدولة، اقصى عائد للمصري، بحيث ان لما يبقى عندي ماستر بلان للمواني كلها. قناة السويس موجودة، مواني المحور موجودة، المواني التانية اللي جنبها بتشتغل برضو موجودة. المينا مثلا زي مينا اسكندرية بتتداول قد ايه بضاعه؟ مينا اسكندريه بتتداول حوالي 80% من التجاره الخارجيه المصريه. طب باشمهندس، يعني اذا كان الامر بهذه الصوره وموقع مصر هو والشواطئ المصريه موجوده، ايه العوائق اللي بتمنع تحول مصر الى هذا المركز او هذه المكانه، خاصه وان كل الامكانيات دي متاحه؟ يعني اكيد الموضوع مش سهل بدليل ان هو لم يتم التطرق اليه او تنفيذه الا مؤخر. لا، هو الموضوع سهل، ولكن في معوقات كتيره جدا لا زالت موجوده في النقل البحري. والمعوقات ديت يؤسفني اقول انها هتعوق التطور اللي النهارده الرئيس بيفتتحه.
لان في قوانين كتيره وتضارب في القوانين وقرار مش عارف منين وقرار فين والقرار ده بيعاكس القرار ده وتيجي تطبق القرار ده يقول لك لا ده ما ينفعش عشان القرار ده موجود. التضارب القانوني ده هوت لابد في القرارات لابد من فكه. دي اول حاجه. الاهم من كده ان احنا ما عندناش في مصر، انا بتكلم على السلبيات مش معنى كده ان انا بهاجم حد، انا بتكلم على السلبيات اللي احنا عايزين وهقول لحضرتك العلاج يبقى ايه برضه. السلبيات اللي عندنا ان احنا مجموعه من المواني. يعني مثلا ميناء اسكندريه تبع اسكندريه والدخيله ودمياط وسفاجه تبع وزاره النقل. نيجي على مواني زي جرجوب وبرنيس وغرب اسكندريه وابو قير، دول تبع القوات المسلحه تبع القوات البحريه. نيجي على مواني زي شرق بورسعيد وغرب بورسعيد والادبيه والعريش والطور، المواني دي تبع الهيئه الاقتصاديه. لما تيجي حضرتك تتعاملي خلي حضرتك بص لها من خارج مصر. لما انا جاي النهارده عايز اتعامل مع مصر، انا بقى ما يهمنيش بقى مين صاحب انهي مركب، انا بقول انا جاي اجنبي وعايز اتعامل في مصر. هدي لحضرتك مثال صغير. لو انا النهارده داخل بمركب هفرغ في الادبيه وبعدين هروح اشحن من السويس من بور توفيق او العكس، بيكون الاتي: انت عايز تخش مين الادبيه، المسافه بينهم ما بتزيدش عن 2 ميل بين الميلتين، يعني هم في نفس الخليج. طيب لما نيجي لازم تخش على مينا، اجراءات دخول وخروج مينا، رسوم مينا، رسوم ارشاد، كل الرسوم بتدفعها مرتين. يا جماعه ما انا مش في بلد واحده ولا في مينا واحده، لا ده انا في خليج واحد، ده انا في حته قد كده. طب يعني ليه مينتين؟ دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان امنيا انا عايز اطلع تصريح عشان اعرف ادخل مينا بور توفيق، طب روح مصلحه امن المواني وتروح تعمل اجراءاتك وتخش تاخد تصريحك. طيب انا خلاص يا عايز اروح الادبيه، لا ممنوع تخش بالتصريح ده، في تصريح تاني لازم تروح تعمل، تلف اللفه دي مره تانيه. في ازدواجيه في الاجراءات، الازدواجيه ده 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 مش اكتر من ازدواجيه، ده هي كذا كذا مرحله. طب المعوقات دي كلها بتطفش المستثمر، بتطفش اي واحد يجي يقول الله طب انا هفضل ادوخ بين ده شويه ليه وده شويه ليه، لا ما ينفعش. التضارب في القوانين بتاع كل مينا ده في منتهى الخطوره. ما ينفعش ان انا كراجل اجنبي ومشغل لسفن مثلا جاي هروح اروح مصر، هروح من مينا دمياط الى مينا بورسعيد، نفس الحكايه، دي هيئه ودي اداره ودي اداره ودي جهه اخرى. كان زمان اتكلم في في, في 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 اخر السبعينات والثمانينات كان في قرارات كتيره جدا طالعه بتحفز الشركات اللي بتشتغل بين المواني وبعضها. للاسف الحاجات دي الحوافز دي ما بقتش موجوده، ما بقاش بيعترف بيها قوي، يعني ما بقتش بتطبق قوي. لا المطلوب حاليا علشان نحل المشاكل دي كلها، انا قلت السلبيات. الايجابيات او الحل للسلبيات ده يكون كالاتي: ان لازم يكون في حاجه اسمها ماستر بلان لمصر. ماستر بلان بمعنى ايه؟ انا عندي كم مينا، انا عندي المواني اللي بتديرها القوات المسلحه، عندي مواني بتديرها الهيئه الاقتصاديه، عندي مواني بتديرها وزاره النقل، وعندي المواني التخصصيه زي الحمراوين وزي القصير واللي هي المواني اللي بتشيل وابو الغصون والكلام ده. المواني دي كلها لابد انها تقع تحت منظومه واحده، يبقى لها تعريفه موحده، يبقى لها قوانين موحده، وابقى عارف بالظبط انا المينا دي استقبل فيها ايه. يعني ما ينفعش مثلا في مينا زي سفاجه انا بستقبل في سفاجه بوكسايت وبصدر فوسفات وبستقبل وبستورد قمح. يا جماعه البوكسايت والفوسفات سام، ازاي اخلي جنبهم قمح؟ يعني في حاجات كده لابد ان احنا نراعيها، وعندنا مواني تخصصيه زي الحمراوين وزي القصير وزي ابو الغصون، وفي مواني كتيره صغيره مؤهله انها تعمل الكلام ده. اللي انا عايز اقوله ان احنا لابد يكون عندنا ماستر بلان متكامل لجميع المواني، وتكون تحت اداره واحده، هيئه واحده. هذه الهيئه هي اللي مسؤوله عن جميع مواني مصر. بتكلمني انت بتكلم مصر، مش بتكلم لا والله انا ماليش دعوه بالمينا دي، المينا دي مش تبع حد تاني. التضارب ده هو بيدي انطباع سيء عن البلد كلها ككل، عن مصر ككل. دي اول نقطه. تاني نقطه، بعد ما نعمل الكلام ده هو ونعيد تخطيط وتقنين
اجراءات في المواني المصريه وعندنا الكفاءات، عندنا الكفاءات كامله. انا هدي لحضرتك مثال، هل تعلمي حضرتك ان الامارات بتعيد او اعادت اخيرا جميع تقنين جميع دراساتها وقوانينها واجراءاتها في المواني الاماراتيه؟ مين اللي عمل الكلام ده كله؟ مجموعه من المحامين البحريين المصريين. يعني الكفاءه موجوده عندنا، ده احنا بنصدرها بره. طب ما نجيبهم عندنا وهم يتمنوا ان هم يخدموا بلدهم. نعم. وانا بتكلم بالنيابه عنهم، بقول يتمنوا يخدموا بلدهم. طب نجيبهم هنا ونشوف رايهم ايه؟ دول ايدهم في المطبخ. طيب ما احنا لو عندنا الفرشه كلها، اعمل الكيان القانوني المظبوط بحيث ان انا ابقى عارف مثلا القوات البحريه تخش حضرتك المواني بتاعت القوات البحريه، ما فيش ترمي الابره ترن. نعم. منتهى الانضباط. ولكن في مشكله صغيره، ان تداول المعلومات بحكم ان في مناطق عسكريه في المحيط بيبقى في شيء من الصعوبه. نعم. وانا كراجل تجاري من بره بقول انا عايز اديني بيان على المهنه الفلانيه، على ما باخد البيان انا ببقى مستعجل عشان اجيب البضاعه. طب انا البضاعه ما اتربطتش ليه؟ عشان انا ما جبتش البيان. ليه؟ لان البيان ده هو فيه شيء من التحفظ بحكم وجود حاجه امنيه موجوده هناك. انا مش بهاجم حد، ولكن اللي انا بقوله ايه، ان الحاجات دي كلها بتدي انعكاس سلبي عن البلد ككل. فالمطلوب ان احنا نعمل ماستر بلان، ودي موجوده مش صعبه، مش دي اتعملت قبل كده اهوت، واتعملت قدمت لجنه السياسات ومراجعه القوانين، ومراجعه القوانين بالكامل بحيث ان احنا نحط تعريفه موحده، قوانين موحده، وبعدين يبقى في حاجه اسمها عرف المينا. عرف المينا اللي هو بيبقى فيه اعراف معينه، مثلا في مواني في البحر الاحمر بيبقى فيها المد والجزر عالي شويه، فدي يبقى لها، يبقى معروف ان ايام ساعه المد العالي يبقى في كذا، ساعه المد الجزر يكون في كذا. مثلا في مواني تانية اللي هي المواني اللي فيها قواعد عسكريه او قواعد بحريه، المواني دهيت ما ينفعش يبقى فيها نافيجيشن بالليل، ما ينفعش فيها ابحار ليلي، يبقى ابحار نهاري بس. دي بتبقى حاجات، يعني دي حاجات مخصصه للمينا الفلانيه. لكن لابد القاعده العامه والقوانين العامه كدوله للمواني كلها لابد انها تكون موحده، عشان الاجنبي لما يجي يبص يقول اه انا جاي، انا عارف ان هروح اسكندريه زي ما هروح دمياط، زي ما هروح الدخيله، زي ما هروح بورسعيد، كلهم واحد، التعريفه واحده. القدرات البشريه للعاملين في قطاع المواني باشمهندس محمد، يعني هل بتملك مصر القدره البشريه على اداره هذا العدد الكبير من الموانئ وتحقيق طفره لتحول مصر الى مركز تجاري ولوجستي؟ اقول لحضرتك مش هقول لحضرتك اه ولا لا، انا هقول لحضرتك حاجه بسيطه. معظم مواني الخليج والمواني السعوديه ومواني دول الخليج كلها بيديرها مصريين. نعم. هل ده رد كافي على سؤال حضرتك؟ رد كافي جدا طبعا. طب احنا بنتحدث عن يعني خريطه موحده للموانئ، ويكون في تخطيط شامل للموانئ كلها، تبقى بتعمل تحت اداره مركزيه واحده تدير المنظومه بشكل يكون اكثر اتساقا. تحقق هذا الامر بياخد وقت، ولا عمليه تنسيق داخليه ممكن ما تاخدش وقت بحكم ان حضرتك في هذا المجال؟ العملية دي مش هتاخد وقت. اولا لما بنيجي نعمل ماستر بلان عادة بنعمل ماستر بلان قبل ما نبتدي اي شغل، قبل ما نبتدي ننشئ مواني. نعم. طب احنا موانينا كلها موجودة. لا، نقول والله يا جماعة نمسك المينا دي قواعدها ايه، والمينا دي قواعدها ايه، والمينا دي قواعد، لا بصوا بقى كل حاجة هتتفرش على الترابيزة، وده هيبقى القانون اللي بيسري على دمياط زي ما بيسري على بورسعيد، زي ما بيسري على جرجوب، زي ما بيسري على الكلام ده كله. اذا ادارة المواني العسكرية لا نقاش فيه، دي حاجات أمنية وإحنا ما بنتناقش فيه أبدا. ولكن في نفس الوقت بنقول إيه، بالعكس ده إحنا عايزين نستعين ببعض الكوادر البحرية في عشان يدخلوا انضباط أكتر في المواني التجارية. مش معنى كده إن إحنا نجيبهم بدون تدريب، لا، أنا بأهله نفسيا إن هو يبقى قادر على الإدارة التجارية، هجيب الانضباط بتاعه ده وهحطه وأركب عليه الخبرة، الفكر التجاري. يبقى انا انشات كيان او انسان او بشر في كل المقومات المظبوطه، اللي هو راجل ماشي زي على قطر سكه حديد، ماشي دغري، ما بيحيدش ولا بتاع، القانون بينفذه بالحرف، ولكن في نفس الوقت عنده فكر تجاري اللي ممكن يحوط شويه علشان يتفادى لمصلحه المكان اللي هو فيه.
نعم. ده الفكر اللي احنا واعتقد ده كان فكر رئيس الجمهوريه كمان اول يعني بعد الثوره وبعد الخراب اللي حصل في الفتره اللي فاتت. مهندس محمد، يعني بنتحدث عن ميناء الاسكندريه اليوم، هذا الميناء تحدث عنه الرئيس بانه لم يشهد اي تطوير على مدار 25 سنه. 25 سنه ايه في عمر ميناء لا يتم تطويرها؟ لا، هو اكتر من 25 سنه، مع احترامي سياده الرئيس، يعني هو المينا فعلا كان مهمل فتره طويله جدا، كل مياه مصريه كانت مهمله فتره طويله. مينا اسكندريه مينا كبير قوي، ولكن بيعاني من مشكله كبيره، وهي ان الظهير الارضي للميناء، يعني اي مينا لازم يكون لها ظهير يتحط فيها مخازن ويتحط، ده الزحف العمراني طلع عليه لغايه لما بقى في عمارات مبنيه على اسوار المينا نفسها. طبعا الكلام ده هوت عشان بقى نخش في قوانين ازالته وتطوير وكلام ده، بيحد من قدرات المينا نفسها. طبعا طبعا بالظبط. يبقى المينا عندي انا عندي مجموعه ارصفه كبيره جدا، ومينا اسكندريه معروف انها فيها ارصفه كتيره وارصفه قويه وكويسه يعني، ولكن طب انا هتداول البضاعه احطها فين؟ الظهير الارضي في المينا داخل المينا صغير، ومفيش ظهير خارج المينا، فبنضطر نستخدمها كحاجه اسمها جيت واي بورت، لمجرد ممر. ولذلك المناطق اللوجستيه كلها اللي طالعه حوالين مينا اسكندريه، كان في العمريه ولا كان في مزيبه ولا في حته دهيات، كلها بتطلع بينقل البضاعه دي كلها على المناطق دي، ويبتدي يخلص عليها من هناك ويخزنها من هناك، بس دي برضو تكلفه. نعم. هنا بقى السكه الحديد تيجي، ان انا استخدم السكه الحديد في جعل مينا جاف ضخم، فمثلا في منطقه زي برج العرب انقل في كل البضاعه اللي بتطلع من مينا اسكندريه الى منطقه برج العرب، ويبقى ادارات التخليص هناك، ابقى انا نقلت كل الكثافه والكركبه والتكدس ده كله اللي جوه في المنطقه الصغيره دي، وفي منطقه المكس والاباري والحته دي كلها، لا انا طلعتها بره في الظهير الصحراوي، مرتبطه بالطريق الدولي الساحلي، مربوطه بطريق القاهره اسكندريه، كله بقى الطرق مربوطه شبكه الطرق وشبكه السكه الحديد. في الحاله دي كل الكلام ده هوت هبقى افك كتير من التكدس اللي موجود. تكدس يعني تكلفة زيادة، تخزين لمدة أطول يعني تكلفة زيادة، يعني في الآخر خالص إزازة الزيت اللي حضرتك تشتريها ب50 هتبقى ب60. ليه؟ علشان قعدت أكتر مدة طويلة، والتاجر هيحط تكلفته على المنتج بتاعه وهيبيعها. فعارف حضرتك يعني ده من ضمن الحاجات، بالذات حاجات مستوردة، شيء أساسي من التكلفة وسبب جوهري لارتفاع الأسعار هو عمليات التداول الكتيرة والتأخير في الإفراج عن البضائع، بسبب جمارك، بسبب صحة، بسبب بيطري، بسبب الجهات الرقابية دي كلها، كل هي بتأخر خروج البضائع. تأخيرها معناه أنها بتقف في المينا، بتاخد تخزين، الحوائد بتدفع عليها غرامات تأخير، فبالتالي التكلفة اللي بتاعت المنتج نفسه اللي حضرتك بتستورديه بيزيد. فكرة استخدام الطاقة النظيفة في محطة تحيا مصر التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، فكرة مراعاة البعد البيئي في العمل، كيف تنظر إليه في إطار مقارنة ما بين هذه المحطة ومثيلتها في العالم؟ شوفي حضرتك، اسكندرية من كام سنة كان عنها تقرير من أحد خبراء البيئة المصريين، مش هقول لحضرتك أجنبي، إن الحياة البحرية في المينا تكاد تكون منعدمة. يعني كان فيها نفايات زراعية، وكان فيها نفايات صناعية، وكانت المراكب بترمي فيها المجاري وهي ماشية، وكان كل حاجة كانت عبارة عن مستنقع ضخم. الموضوع ده هوت اتحل، وتشوفي حضرتك مينا اسكندرية دلوقتي على الأقل لما تشوفي المية، بتشوفي المية لونها أزرق مش لونها أسود. نعم. فطبعا ده إنجاز في حد ذاته. الكلام ده حصل من مجموعة سنين فاتت، وعلى الأقل المية نظفت. الطاقة النظيفة طبعا هتفيد بكتير، لأن زي ما بقول لحضرتك حوالين المينا في كلاستر، في تكدس سكاني ضخم. لو كل الانبعاثات والكلام ده هو بتطلع من المعدات وأجهزة التشغيل والوناش وكل الحاجات دهيت بتطلع، ما هتطلى مما هتضر الناس اللي قاعدة وراها طول، قبل ما تضر أي حد تاني، يعني قبل ما تلوث البيئة هتضر الناس كلهم، لأن هم ملاصقين لها. نعم. فطبعا أي حاجة بنخش فيها بالطاقة النظيفة، أو أي حاجة بنخش فيها بالطاقة المتجددة اللي هي مش مضرة، ده في حد ذاته إنجاز. أنا بوفر صحة
لان طبعا اللي هيعيا ما هيروح الصحه هيحط عبء على التامين الصحي. نعم. طب انا ما اخلوش يعمل اورا عشان ما يحطش عبء على التامين الصحي اللي هو اصلا معبأ. فيعني عارفه حضرتك هي حاجات هي سلسله كلها ورا بعض. فطبعا ما فيش كلام, دي حاجه ايجابيه جدا يعني. طب بنتحدث عن ميناء الإسكندرية وهو أحد أهم الموانئ المصرية, وبنتحدث عن مشروع آخر وهو محطة تحيا مصر. ماذا أضافت محطة تحيا مصر لميناء الإسكندرية في تصنيفه على مستوى الموانئ على مستوى العالم؟ هي المحطة لسه بدأت تشتغل, فيعني لسه ما بنش فعاليتها قوي. ولكن يعني أنا عايز أقول لو اي اضافه في اي ميناء, لو حضرتك حطيتي كشك فيه خدمات, عشه فيها خدمات, دي اضافه, دي فلوس داخله للبلد. ما بال حضرتك بحجم بالمنظر اللي احنا شايفينه ده, هو بالضخامه دي كلها اكيد هتضيف دخل للبلد. ولكن برضو احنا لازم نكون حريصين على اننا ما نبالغش قوي في طلباتنا الماليه من المستخدمين للميناء علشان نقدر ناخد حجم اكبر. يعني في ناس او في فلسفه في النقل البحري بيقول لا والله انا عايز اكسب 25%, وفي يقول لحضرتك لا انا اكسب 5% لمده 10 سنين احسن ما اكسب 25% لمده سنه. فالفكر بيختلف من نوعيه بضاعه لنوعيه بضاعه. وبعدين خلي بال حضرتك برضو ان احنا بنتكلم على سوق ملاحي, سوق دولي, والنقل البحري معروف يعني المقولة على مستوى النقل البحري في العالم بيقول ان لو الاقتصاد العالمي كح النقل البحري بيجيله تهاب رئوي. نعم. يعني مفيش ترمومتر الاقتصاد العالمي هو النقل البحري. تلاقي حضرتك اسعار البترول طلعت 2 دولار, هوب النقل البحري على طول النورين تطلع. او بعض اجزاء من النقل البحري مثلا مراكب التناكر الكبيرة واللي بتشيل الخام وكده يحصل فيها مشكلة. العملية العلاقة يعني قوية جدا ولكنها غير مرئية. فلابد ان احنا لا كل اضافة بنضيفها لبلد ايوة صح, وزيادة وكل حاجة بتضاف هي حاجة ايجابية مش سلبية. حتى لو كان فيها بعض المشاكل اللي انا ذكرتها ده مش معنى جوة ان هي مش بتتعاملش, لا دي لازم تتعامل وكويس انها اتعملت, بس احنا عايزين نعظم دخلنا منها. نعم. طب باشمهندس محمد, يعني بنتحدث ايضا عن ربط الموانئ المصريه بعضها ببعض, يعني مشروع ربط السخنه الاسكندريه, قيمه هذا الفكر وماذا يضيف الى قيمه الموانئ الموجوده بالفعل؟ زي ما قلت لحضرتك, ما هو ده جزء من الماستر بلان. الماستر بلان بيقول ان انا مش بس اعمل ميناء وخلاص, لا انا بعمل ميناء والميناء ده هي مربوطه بميناء ثانيه, سواء كان بقى بالسكه الحديد او بروافد ساحليه او بطرق, ولان دي اسوأ طريقه فيهم كلهم طريقه الطرق, لان الطرق بيحطوا العربيات يعني بتحط عبء على الطريق وتضطر حضرتك تعملي له صيانه باستمرار. السكه الحديد يمكن اقل بكتير, الروافد الساحليه اقل باكتر. الفكره في ايه؟ الفكره لا انا لازم اربط المواني دي كلها ببعضها واربطها بالمناطق اللوجستيه او المنافذ الجمركيه البريه اللي هو اللي بيسموه دراي بورت من الجاف. المجموعه دي كلها لابد انها تكون في منظومه كامله. للاسف ده برضو اللي انا بنتقده في النقل البحري, ان احنا كل واحد شغال لوحده, كل واحد شغال في وادي, لا جزر منعزل. بالظبط, احنا مش عايزين نشتغل جزر, احنا عايزين نشتغل بلد كلها مربوطه ببعضها. انا النهارده عندي تكدس في المركز اللوجيستي مثلا اللي في العاشر من رمضان, طب هروح جري على بتاع 6 اكتوبر هيشيلني, هيديني امتيازات, هيبقى في منظومه بتنظم العلاقه بين قطاع خاص او قطاع عام. ده مش دي القضيه. القضيه ان احنا بنشيل بعض. وانا هدي لحضرتك مثال حصل سنه 94 في ميناء دمياط. ميناء دمياط كان وقتها لسه بادي يشتغل جديد, افتتحناه سنه 91 وبدا, كان اول محطه ترانزيت في مصر. يعني كان مصر ما كانتش تعرف نشاط الترانزيت ده لغايه لما اتفتحت ميناء دمياط. نعم. وبعدين جت مركب من المراكب الكبيره حصل فيها عطل وهي داخله على الرصيف يعني بسرعه عموديه, ضربت في الرصيف وقعته. وقفت الميناء كله. عارفه حضرتك سنتها حصل ايه؟ ميناء بورسعيد اعلن فورا في نفس اليوم. ميناء دمياط حصل فيه عوارية واصبحت امكانياته
50%، ال 50% التانية بنفس الأسعار وبنفس الكفاءة في ميناء بورسعيد. محافظ بورسعيد وقتها قفل شوارع في المحافظة وعملها ساحات تخزين للحاويات الترانزيت. ده اللي أنا بقوله. أنا بدي حضرتك مثال ده ليه؟ لأن إحنا عايزين الفكر ده يكون موجود النهاردة في الحداثة. أنا بتكلم من 30 سنة. نعم. إحنا بقول بقى في حاجات حديثة بقى دلوقتي. يبقى بدل ما بقاش في مينا واحدة، لا بقى في كذا مينا. ده اللي احنا عايزين نوصل له. احنا عايزين نوصل ان لما يحصل مشكلة، وبيحصل مشاكل في المواني، يعني حضرتك بتشوفي مثلا قناة السويس يقولوا مركب شحط في قناة السويس. طب المركب المحرك بتاعها عطل وده وارد. نعم. فبتخبط في الجنب، هي ماشية في ممر فبتخبط في الجنب وتقعد. لكن احنا ما بنسمعش الكلام ده هو كتير. ليه؟ لان قناة السويس ناس بتقطعين، وناس يعني هو مغمض بيروح يروح اهو مركبه يمشي، يعني مش ما عندوش مشكله. نعم. فعارف حضرتك قد ايه اللي احنا عايزين نوصل له في النقل البحري. ان يبقى كله شايل بعضه. وكله كوردينيشن، يبقى عباره عن زي سيمفونيه. لو الكمانجه لعبت تون والجيتار لعب تون وبتاع بقت نشاز. نعم. للاسف احنا في نشاز حاليا. لا، احنا عايزين الكل يلعب نغمه واحده، هتطلع سيمفونية جميلة جدا، وهنبقى أكبر مركز بحري في العالم. وأنا بحط كل مستقبلي والماضي بتاعي على كلمتين دولت في النقل البحري. وأنا بقول لحضرتك من خلال خبرتي، وأنا عندي 50 سنة خبرة في النقل البحري، من خلال 50 سنة دول بقول لحضرتك مصر مؤهلة إنها تبقى أكبر مركز بحري في العالم بدون منازع، بشوية حاجات بسيطة، لأن كل المقومات موجودة بالفعل وإحنا دفعنا ثمنها. وبإذن الله نستطيع. أنا بشكر حضرتك في نهاية هذا اللقاء مهندس محمد شيرين النجار، استشاري النقل البحري الدولي وصاحب أول مشروع عن الموانئ المصرية في عام 83. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. أنا متشكر استضافتك فعلا. مرسي. نعم. مشاهدينا، خدمتنا الإخبارية متواصلة مع حضراتكم، ابقوا معنا دائما على شاشة النيل للأخبار.